بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني أخواتي في الله، اليوم سأبين لكم نوع آخر من الشمع، الشمع الأحمر، الشمع الأصفر، الشمع الأخضر. الشمع الأحمر يستعمله السحرة على لون الليل، والشمع الأصفر يستعمله لون النهار، لون الشمس. وهذه الفكرة لم تكن عندكم، وهذه المعلومة. والشمع الأخضر يستعمل للمحبة. فأي إنسان يحب إنسانة محبة مبالغ فيها، خصوصا المتزوجون، ويترك أبناءه، ويمكن له أن ينفق على خليلته مالا كثيرا، ويترك بيته ويترك زوجته وأطفاله جياعا بلا مؤونة بلا معيشة بلا مال، وعندما يتصل بخليلته ولا ترد عليه في الهاتف فيصبح كالمجنون لدرجة أنه يضرب رأسه مع الحائط ويبدأ بالبكاء، فاعلم أنه له عمل هذا الشمع الأصفر. وإذا أحد قام بتطليق زوجته من أجل خليلته، ورغم أن زوجته مسكينة ومستقيمة ولا تشبه شائبة وليس فيها أي عيب من العيوب، فاعلموا أن هذا عمل الشمع الأحمر. وإذا أحد قام بجلب فتاة تبعها في الشارع ولم تريد أن تصادقه، ولم تريد تعطيه رقم هاتفه، ولم تريد أن تشمع علاقة، وبعد لحظات أو برهة قصيرة انقلبت وأصبحت هي تبحث، فعلم أنها مخدومة بهذا الشمع. ومن يشعر منكم بشيء من هذه الأعمال مرحبا به، لكل شيء له مفتاحه وله ترطيله لهذه الأسحار. فهذا الشمع يسمى شمع التهييج، وشمع المحبة، وشمع الجلب. يستعمله النساء خصوصا، ويستعمله السحرة والشيوخ السحرة، و90% يستعملونها بين قوسين. أنا لا أعمل النساء، ولكن هنا لأظهر لكم ولأبين لكم حقيقة الأمر. ثم يمكن للسحرة وللساحر أن يستعملوا 3 شمعات، ويحضرون السلحفات ويشعلون هذا الشمع فوق السلحفات، ويكتبون في أشياء لا أريد أن أظهرها للناس، ما خاف تقع في الظالمين، فيستعملونها من أجل الناس. ثم يأخذون عصا صغيرة ويضربون تلك السلحفات، يقولون له بالدارجة المغربية أو بدارجة مغربية عربية، أنا بالكلام اللي نتكلم به، جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك. فهذه حقيقة الشمع.